هلا اكيد الواحد لازم يضلوا ببيته، بس اذا نزلنا وبالسياراتنا بس نسجل موقف منا هالمشكله. نحن كلنا اخذين البريكوشنز وقاعدين بالسيارات، بس الوضع ما بقى بيحمل. لازم الواحد يحكي يعني بقى. يا انه نموت بالجوع يا انه نموت من الوباء، فبما انه موت وموت فخلينا نموت ونحن واقفين على القليله.